اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا، وانا سعيد جدا ان انا معاك. انا لسه كنت بحكي، انا دي تاني مره اظهر، انا مخل جدا في الظهور في قناه الاهلي. اولا ببارك لك على الحاجه الجميله اللي انا قاعد فيها، حاجه مشرفه ومحترمه، وبارك لحضرتك لعودتك. وانا سعيد جدا ان انا في وسط يعني بيتي، انا في بيتي، وسعيد جدا بوجود مع حضرتك كابتن وائل. يمكن حضرتك تدري جيدا معزتك عندي قد ايه، وانا من يعني حضرتك من الشخصيات، مش انا بس اللي بحبها، ده يعني كل النادي الاهلي بيحبه، وشخصيه الحمد لله يعني انت ابن النادي الاهلي، وشخصيه جميله مع كل الناس. الحمد لله. وخضتنا عليك شويه بس قبل طبعا ما نروح للخضه الجامده عليك، يعني نروح لتقرير عملناه عن حضرتك. يمكن انت ليك تاريخ طويل في العاب الماء، محتاجين نعرف الساده المشاهدين بهذا التقرير عن حضرتك اكتر واكتر. اعزائي المشاهدين، هنشوف تقرير طبعا عن ضيفنا الكابتن وائل عزت، وارجع لحضراتكم تاني. وائل عزت أسطورة أهلاوية في ملاعب كرة الماء المصرية. بدأ حياته ممارسا لرياضة السباحة في عمر الرابعة، قبل أن ينتقل لخوض تحدي جديد في عالم كرة الماء وهو في 11 من عمره، وظل يلعب للنادي الأهلي حتى وصل عمره 35 عاما، وتحديدا عام 2004. وائل عزت اسم له بريق داخل جدران القلعة الحمراء، سواء كلاعب أو إداري أو رئيس لقطاع ألعاب الماء. حصد مع النادي الأهلي العديد والعديد من البطولات والألقاب، فنجح رفقة المارد الأحمر في الهيمنة على بطولة الدوري في 8 سنوات من أصل 9، وتحديداً من بطولة الدوري عام 1995 وحتى 2003، وحصل مع الشياطين الحمر على 7 بطولات عربية، ونجح في نسخة عام 2003 في التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى، كما شارك مع منتخبنا الوطني في 5 دورات لبطولة البحر المتوسط. وعقب اعتزاله تقلد وائل عزت منصب المدير الإداري لفرق كرة الماء بالنادي من 2004 وحتى 2006، قبل أن يرحل للعمل في الأمم المتحدة في الفترة من 2007 وحتى 2013، وذلك بترشيح من وزارة الداخلية، قبل أن يعود مرة أخرى للعمل داخل جدران القلعة الحمراء عام 2014، متقلداً منصب رئيس جهاز كرة الماء والغطس والبالي، قبل أن تنضم ألعاب الماء كلها تحت إشراف قيادة واحدة منذ عام 2016. ويأمل عزت في تحقيق أحد نسور الأهلي الصاعدة ميدالية عالمية أو أولمبية، ليسطر التاريخ من جديد في سجلات السباحة المصرية والأهلاوية. أهلا بحضراتكم من جديد كابتن. يمكن تاريخ كبير. أنا يعني سعيد جدا بالحاجات دي، لأن أنا الواحد في حياته ما بيحضرهاش. يمكن الواحد عشان بيشتغل على طول وما بيبصش للحاجة اللي بتحصل، فالحاجة دي بتخليه يعني بيحس ان هو يعني قبل بلاء حسن زي ما بيقول. كابتن حضرتك يعني شهادة الناس فيك تكفي. حبيبي. ويمكن اقول لحضرتك حاجة جميلة، يمكن انت خضتنا عليك جامد. خضتنا عليك خضة جامدة يعني، وانت كنت يمكن عايز تعرف معزتك عند الناس ايه. يمكن انا بس اعرف السادة المشاهدين، كابتن وائل طبعا تعرض لأزمة صحية شديدة، يمكن من 5 6 شهور كان بدأ انتشار كورونا، فيروس كورونا. هو لقط يا عيني الدور في الأول، حالته اتدهورت جامد جدا كابتن وائل، وانتقل لطبعا العناية المركزة وتحط على جهاز التنفس الصناعي، لدرجة انه خض كل محبيه. والحقيقة السوشيال ميديا اتقلب عشان خاطر الكابتن وائل، وانا واحد من الناس كنت متابع يوم بيوم حالته الصحية ايه. فكابتن يمكن كلمنا عن والله انا يعني كان في رمضان الموضوع ده تعبت جدا، ابتديت اتعب الاول. للاسف انا افتكرت ان هو دور برد عادي فما اهتمتش. الدور يعني دخل على الرئه، ابتديت اروح المستشفى. كانت حراره عاليه اكيد طبعا يا كابتن. كانت حراره عاليه وكان في تكسير في الجسم، الاعراض بتاعه الكورونا. بس انت عارف حضرتك احنا كرياضيين بنحس بايه، نقاوح شويه. بندوس بندوس وكمل. للاسف اوحت، جاء على حساب صحتي، دخل على الرئه، جالي جلطات، اتحولت على مستشفى الشرطه. من مستشفى الشرطه رحت المركز الطبي، قعدت فتره في العنايه المركزه فتره كبيره. انا بشكر الناس اللي كانت واقفه في المستشفى. قعدت حوالي شهر
شهر. انا بس عايز اوصل للساده المشاهدين قد ايه شهر في العنايه المركزه. شوفوا الخطه يعني اللي الناس شهر بين العنايه المركزه والغرفه. قعدت فتره كبيره بشكر الناس كلها اللي وقفت معايا والناس اللي دعت لي. بشكر طبعا يعني انا مش عايز اقول لك انا طبعا انت عارف وليد اخويا يعني مدير مدير قطاع دلوقتي ماسك مدرب عام ومدير قطاع ناشئين في النادي الاهلي. طبعا تعبت انا بالمناسبه زوجتي جالها كورونا وطبعا انا بشكرها تعبت معايا قوي. ولادي جالهم كورونا وليد جاله كورونا ولاده جاله انتقلت المرض عادي بس انا طبعا يعني انا كنت زي ما بقولوا كده خدت الاوريجينال يعني خدت الدوز هم خدوا الكوبي انا خدت الاوريجينال تعبت يعني الحمد لله الموقف ده فيه طلعت زي ما بيقولوا كده دروس مستفاده. طلعت ان انا حسيت ان انا ناس كتير قوي يعني يعني بقول لحضرتك انت دايما قبل لما بتكون انت قلت كلمه عجبتني من شويه احنا كنا بنتناقش قبل الهوا ما بتحسش بقيمتك غير ما بيحصل لك حاجه وتلاقي الناس بتسال بعد عمر طويل. فيعني ربنا يا رب يشفي الجميع وربنا يا رب يحافظ على الناس كلها. بشكر جدا جدا طبعا والدتي وليا اخ ثالث اسمه وسام. انا الناس دي يعني ما انت حضرتك بتقول شوف انت يعني يمكن يا هيثم ما بنقابلش بعض كتير بشوف انت كنت قلقان ازاي بتقول لي انا يوميا انت تخيل بقى الناس اللي قريبه مني بقى الناس اللي اقلب عشان اخد اي خبر عنك. لا الموضوع موضوع كورونا موضوع صعب موضوع يا رب يا رب يا رب ما يسيب حد تاني ويا رب الناس كلها ما تجيلهاش المرض مرض وحش. خلينا نقول ان برضو الدوله المصريه اتعاملت بحرفيه طبعا الحمد طبعا لله. طبعا احنا دلوقتي تحت السيطره الحمد لله مختلفه تماما. حتى احنا واحنا لما كان في برضو في عز الازمه ما كناش زي اوروبا وزي امريكا لا الحمد لله ويا رب كده تبقى على طول ناس كده عرفت بعزتك خلاص يا كابتن. طب خلاص ما تعيش تاني بقى لو سمحت. طب كابتن يمكن خلينا نبتدي معاك بقى في الفنيات بقى عشان عندنا امور كتير عايزين نتكلم فيها. السنه دي طبعا كان في امور كان في مدير فني اجنبي جه طبعا لكره الماء كان في امور زي طبعا عمل لائحه جديده للاعبين يعني كلمني انت بديت السنه خلينا زي. خلينا نقول ان احنا السنه دي يعني تعرف حضرتك عشان الموضوع كورونا فحصل زي كده توقف فتره من شهر 3 ابتدى النشاط يرجع شهر 7 صحيح. فاحنا كان عندنا مدير فني اجنبي دي ثالث سنه دي وكان وعندنا برضو ده في بالنسبه لكره الميه. انت عارف حضرتك احنا الفرقه الوحيده اللي في النادي بعد دلوقتي جه خلاص الدوري خدوا الفوري احنا الوحيدين اللي كنا واخدين كاس مصر صحيح. ومن الاحداث يمكن حضرتك اللي ما تعرفهاش او يعني الجمهور ما يعرفوش او المتابعين او اعضاء النادي احنا السنه اللي فاتت كان في واقعه شهيره بيننا وبين نادي الجزيره وعلى اثره تم ايقاف 10 لعيبه من النادي الاهلي. تبعناها ازمه كبيره ازمه كبيره جدا جدا يعني لا حاجه وصلت على مستوى عالي جدا صحيح. وبعد ايقاف 10 لاعبين من الفرقه وانت حضرتك راجل كنت بتلعب لعبه جماعيه عارف يعني ايه 10 لاعبين من عماده الفرقه احنا كنا بنلعب نهائي الدوري وحصلت مشاجره كبيره. السنه دي الحمد لله وانا بشكر الجهاز باللعيبه انت عارف حضرتك لما يكون ابتدينا نلعب ناخد اللي هم الشباب والناشئين ابتدينا نطعمهم مع الفرقه الكبيره كسبنا برضو كاس مصر من الجزيره نهائي بعد ما لعبنا بلنتيات حوالي 12 بلنتي يعني الماتش خلص 12-11 ما شاء الله. فالحمد لله احنا بنستمر ان شاء الله احنا هنبدا احنا بدانا الدوري ان شاء الله هيخلص 15-17-10. طب هل اختيار مدير فني صربي ده كان ليه معنى يعني طبعا انا خلينا نقول خلينا نقول برضو حضرتك ان الناس دي مهنتهم يعني ايه مهنتهم حضرتك هو بيمتهن مدرب كره ماء ما عندوش حاجه تانية يعني يمكن حضرتك عارف حضرتك راجل مهندس في مصر طيران انا راجل ضابط بيبقى عندنا مهنه تانية. لا الراجل ده في الباسبور بتاعه هو مدرب هيد كوتش ووتر بولو وهم كمان يعني يعني السرب في الووتر بولو هي دي اللعبه الشعبيه الاولى عندهم وهم ابطال الاولمبياد وابطال العالم. فخلينا نقول احنا ربنا وكان هو راجل كان جايبينه احنا لسه احنا لما جبناه كان ماسك منتخب البنات بتاع صربيا وكان قبلها منتخب الناشئين يعني بتاع صربيا اسم كبير اسم كبير. طب ضاف للنادي في الفتره دي طبعا طبعا ضاف للنادي واحنا بنعمل حاجه جميله كمان يا كابتن هيثم احنا بنخلي الولاد المدربين الصغيرين هو يقعد يديهم سيشن يديهم حاجات تعليميه ورك يعني شوب لا طبعا احنا انا بنقل العلم منه طبعا طبعا احنا مثلا المدربين بتوع الاكاديميات بنجيبهم يقعدوا يتفرجوا على التمرينه ويسجلوها وبتاع لان احنا برضه حضرتك احنا بندفع له فلوس بندفع له لازم نستفاد منه لان انت في الاول وفي الاخر بتربي اجيال ان شاء الله تشوفهم كلهم مديرين فنيين ويبقوا على اعلى مستوى صحيح. فانت حضرتك لما بتجيب حد جامد بتدربه وبيدرب عندك فالولاد لما بينتقل اليهم هذه الخبرات لما بيكبروا بيبقى عندهم صحيح. خبرات كم خبرات كويسه صحيح. ويمكن مع التطور ده كابتن في قطاع الناشئين وفي الدرجه الاولى كان لازم تعمل لائحه جديده للناشئين وتحفزهم. عملنا لائحه جديده في عملنا لائحه جديده لائحه الجزاءات انت برضه انت عارف حضرتك
بعد اي موقف زي ما بقول لحضرتك المشاجره بتاعت النادي لازم بتاخد اجراءات زي ما بيقولوا ايه تربويه. تمام. احنا اولادي في النادي الاهلي في بس بتبقى طبعًا. اجراءات اكثر تطور. اكثر تطور. اكثر تربويه لان احنا مع التطور ده لازم وتطور الاجيال يعني جيل حضرتك وجيلي غير الجيل اللي موجود حاليا. صحيح صحيح. فاحنا ودايما ابدا احنا النادي الاهلي بنعمل على المبادئ. واكبر كده الدليل يا كابتن ان لما حصلت الازمه النادي الاهلي نفسه هو اللي ما انا بقول لحضرتك احنا تربويه قبل ما الاتحاد ده انا هقول لك على معلومه بقى جميله احنا شطبنا ووقفنا ناس الاتحاد ما خدش قرار ضده حتى استغرب الاتحاد يعني احنا شفنا حاجات خروج عن النص من قبل النادي الاهلي ما ينفعش في لعيبه تعمل كده الاتحاد نفسه ما عملهاش يعني ده لو دل على النادي الاهلي فعلا نادي القيم طبعًا وما بيسمحش باي تجاوز او خروج عن النص احنا ما هقول لحضرتك احنا يعني المقوله الجميله ان النادي الاهلي نادي المبادئ دي مقوله فعليه مش مقوله قولا يعني احنا فعلا احنا بنشتغل على الموضوع ده وبنحاول بقدر الامكان نحافظ على مبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليها وبنحاول نربي اولادنا عليها عشان لما يكبروا يبقى تبقى في استمراريه. تمام كابتن هكلم حضرتك على التعاقد مع بعض السباحين الجداد اللي كان اضافه بس استاذ حضرتك نطلع لفاصل ونرجع نتكلم هذا الموضوع. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع وارجع استكمل حواري مع ضيفنا كابتن وائل اسد. اهلا بحضراتكم من جديد بنستأنف طبعا حوارنا مع الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. كابتن يمكن كنا بنتكلم على كره الماء قبل ما اروح للسباحه في خبر يعني استوقفني كتير هي دعوه نادي بارتيزيان الصربي. نادي بارتيزيان الناس ما تعرفوش انه اكبر نادي صربي مش بس في كره الماء ده في الباسكت وفي اليد يعني الله. ليه عندهم صاله كبيره في الباسكت بارتيزيان انا لعبت فيها فالحقيقه لما شفت اسمه ودعوته ليه كان لازم استوقف عنده. اتفضل. طب هو القصه كلها ان نادي بارتيزيان ده زي كده في الكوره زي مثلا برشلونه ريال مدريد في بطوله اوروبا بطل اوروبا يعني احنا المدرب اللي كان عندنا حضرتك اللي احنا بنتكلم فيه الصربي ده كان مدير فني نادي بارتيزان اتاحت لنا الفرصه ان احنا ودي حاجه جميله قوي ان احنا نعمل له دعوه في مقابل ان هو يعمل دعوه لاربع مدربين عندنا يعملوا معايشه شهرين. جميل. ودي حاجه خد بال حضرتك ان الصرب او دول بيبقوا قافلين عليهم شويه لان هم مش بيحبوا يطلعوا طبعًا. والحمد لله احنا قدرنا ان احنا نعمل بروتوكول بيننا وبينهم سفرنا لهم فرقنا الفرق عندنا سفره المجر الناشئين لا عاملين حاجه جميله البارتيزان ده قعد يعني كابتن وليد عايز يسافر قعدوا قد ايه يا كابتن لا قعدوا لما جم قعدوا قد قعدوا هنا اهو 8 ايام في مصر قعدوا 8 ايام بتمرين هم كان عندهم برضه ساعات بطوله اوروبا واحنا عملنا لهم دعوه جميله في مقابل ان هم يدعوا الاربع مدربين عملنا قعدنا 8 ايام بنلعب معاهم صبح وبعد الظهر الله معسكر صباحي ومساء استفاده كبيره جدا الناس كلها جت اتفرجت عليهم لان دول ابطال عالم حضرتك وهم جم بالفول تيم بتاعهم لانهم كانوا بيستعدوا لنهائيات بطوله اوروبا وراح اربع مدربين من عندنا راح اربع مدربين قعدوا اقامه كامله وعارف حضرتك اللي هم قاعدين بيتين في حمام السباحه بيشوف بقى كل اللي بتشتغل ازاي في الاخر احنا استفدنا جدا بالخبرات دي المدربين رجعوا كتبوا لنا تقارير المدربين كانوا مبهورين لان يعني في حاجات كتير قوي برضو عارف حضرتك في المعايشه بتكتشف حاجات انت ما تبقاش شايفها صحيح. ده اثر بقى علينا فنيا ان احنا اقول لحضرتك على حاجه بسيطه كده احنا 2014 لما جينا مسكنا الجهاز كان ترتيب العام بتاع كره الميه في النادي الاهلي ترتيبه العام الخامس كنا متاخرين فعلا احنا دلوقتي احنا وهليوبليس احنا بنكسب بطوله وهليوبليس يكسب بطوله انت عارف هليوبليس عندهم اللعبه الشعبيه الاولى لكره الميه طبعا تمرينهم بيقعد يتفرج عليه كل اعضاء النادي دلوقتي احنا بالنسبه لنا احنا لسه كنا كاسبين في مرحله 2002 هم كسبوا في مرحله 2001 احنا كسبنا مثلا سلفت مرحله 2003 يعني احنا على طول في كومبيتيشن حتى نادي الجزيره يعني احنا لا الجزيره في الجزيره بقى في ميزه احنا دلوقتي احنا هليوبس الاول ماشيين يعني احنا في الموسم ده هليوبس في كره المايه واحنا اللي ورا على طول احنا الجزيره في فوق يعني احنا النهائيات مثلا اقول لحضرتك على الكاس المصري اللي فات ده الاول الاهلي الثاني الجزيره الثالث الزمالك الرابع هليوبس الزمالك ابتدى يخش في احنا النهارده عندنا ميزه كبيره ان احنا عندنا جهاز فني على اعلى مستوى سواء فوق صحيح. سواء تحت في الناشئين يعني كابتن وليد عزت ابتدى يبقى مسؤول عن الناشئين بخبراته لانه كان فوق جبنا المدير الفني ابتدى يبقى فيه زي تعاون بينهم احنا عاملين حاجه جميله قوي ان احنا في الاخر عايزين نخلي كره الميه هي كره نمره واحد في النادي الاهلي ان شاء الله بوعد المشاهديننا كلهم ان احنا عندنا الدوري ان شاء الله بمشيئه الله يبقى وش حضرتك حلو علينا ان شاء الله نكسبه ان شاء الله ان شاء الله يبقى وش حضرتك دايما اللي حلو باذن الله. طب كابتن احنا عملنا تقرير لانجازات كره الماء نشوفه ونرجع لحضرتك اعزائي المشاهدين هنشوف تقرير عن انجازات كره الماء في نادي الاهلي الفتره اللي فاتت وارجع لحضراتكم تاني.
ألعاب الماء بالأهلي، تاريخ طويل من الإنجازات القارية والعالمية. لم يكن غريبا أن يكون النادي الأهلي كعادته أول القلاع الرياضية التي حرصت على إنشاء حمام سباحة خاص بالنادي في أربعينيات القرن الماضي لخدمة أعضائه، قبل أن يتم تطويره على عدة مراحل لاحقة ليصبح النادي الأهلي أحد أبرز الأندية الرائدة التي تتمتع ببنية تحتية لخدمة أبناء النادي من أبطال وبطلات السباحة وألعاب الماء، وتقديمهم للمنتخبات الوطنية لرفع راية الوطن في المحافل الدولية والإقليمية في إطار دوره التاريخي بإمداد الرياضة المصرية بالأبطال في كافة الألعاب. فكان من الطبيعي أن نجد 9 نسور أهلاوية ضمن صفوف المنتخب الوطني في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة التي استضافتها المغرب، ونجح أبطال وبطلات الأهلي في حصد 9 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية. البداية مع صائدة الذهب هانيا مورو التي نجحت في معانقة المعدن النفيس في 4 مناسبات لتجلب لمصر 4 ميداليات ذهبية في البطولة القارية في سباقات 200 متر، 400 متر، 800 متر و1500 متر، في إنجاز تاريخي لا يقدر عليه إلا أحد أبناء النادي الأهلي. أحمد أكرم سباح النادي الأهلي ومنتخب مصر، والذي عانق المعدن النفيس في مناسبتين في سباقي 400 متر و800 متر، واكتفى بحصد برونزية سباق 200 متر. وكذلك صار علي خلف الله على درب رفاقه ونجح في حصد 3 ميداليات متنوعة، ذهبية 50 متر حرة وفضية 100 متر حرة، واكتفى ببرونزية 50 متر فراشة. وحضر عبد الرحمن سامح حضورا مميزا كعادة أبناء النادي الأهلي، ونجح في التتويج بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة، فيما حقق زميله محمد سامي ذهبية 50 متر ظهر وفضية 100 متر ظهر، إضافة إلى برونزيات أحمد حمدي وسارة سليمان. كرة الماء شهدت تفوق أبناء النادي الأهلي على صعيد الدرجة الأولى بعدما نجحوا في تحقيق لقب بطولة كأس مصر وحصول مصطفى سامح على لقب أفضل حارس، إلى جانب نجاح مرحلتي 2001 و2002 في تحقيق لقب بطولة الجمهورية وحصول وليد عزت على لقب أفضل مدرب. وعلى صعيد السباحة التوقيعية، فقد فرضت بنات النادي في السباحة التوقيعية أنفسهن على تشكيلة منتخب مصر الذي كان من المقرر أن يشارك في بطولة العالم، وهن ملك إياد، فرح الأنصاري، وسندس أحمد، بالإضافة للنتائج المتميزة على صعيد المسابقات المحلية. ولم يكن غريبا أن نجد تفوق أبناء وبنات الأهلي في رياضة الغطس وتقلد الميداليات المتنوعة في مختلف المراحل للرجال وكذلك السيدات، لتستمر رحلة تفوق قطاع السباحة وألعاب الماء داخل جدران النادي الأعرق في الشرق الأوسط. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن وائل، يمكن طبعا كره الماء بانجازاتها هنروح طبعا لان العاب الماء كتير وعايزين ندي لكل حاجه حقها. السباحه، يمكن السباحه كان في استحداث بطولات، كان في لائحه جديده، كان في انشاء برنامج تحليلي للبطولات. كلمنا كابتن عن السباحه. الحمد لله، يعني احنا برضو عشان نعطي لكل ذي حق حقه، الناس اللي سبقونا عاملين طفره كويسه واحنا بنكمل زي ما احنا اتفقنا في اي حاجه، ادارات بتكمل، اجهزه بتكمل. احنا في السباحه الحمد لله لينا باع طويل قوي في النادي الاهلي، ان احنا على المستوى. بس احنا دايما ابدا لازم يبقى عشان نعرف نكمل يبقى لينا الاستمراريه، لازم تتواكب كل ما هو جديد. فاحنا ابتدينا كان عندنا قطاع ناشئين قطاع كبير، بس كان عندنا مشكله ان الانديه اللي بتنافسنا بالاخص مثلا نادي وادي دجله بيعمل عقود للناشئين، ابتدينا نعمل عقود للناشئين بتوعنا. صحيح. ابتدينا نجيب جهاز تحليلي، شخص مسؤول عن التحليل في السباحه،
احنا عندنا برضو بالمناسبه هرجع لكره الميه، جبنا اتنين، واحد في كره الميه وواحد في السباحه، وده ما كانش موجود قبل كده. والعلم بيتطور بيتطور طبعا، لازم نواكب التطور. في مثلا جايبين محلل نفسي، احنا حاجه دلوقتي حاجه اسمها لايف كوتشنج، ده بيشتغل بيشتغل معانا. يعني انا بالمناسبه اللي بيجي دلوقتي كان بيدي مدربات للمدربين كره الميه، وهنبتدي نشتغل مع كابتن احمد الحفناوي، وانا بشكره على لان هو جاي ده حاجه بالعلاقات، كان لعيب كره ميه وكان احسن اشول في مصر، وجاي بالعلاقه كده يقعد مع المدربين، عاملين حاله جميله، جو حلو، جو حلو، لان ابن النادي وعايز يخدم النادي. ابتدينا نعمل برنامج تحليل السباحه، ابتدينا نعمل لائحه بتاعت الناشئين، ابتدينا بقى الحاجه المهمه قوي، تعاقدنا مثلا احنا طبعا عندنا ابطال كبار زي احمد اكرم وهاني مورو وعلي خلف الله وميشو، ابتدينا تعاقدنا لسه متعاقدين الفتره اللي فاتت مع عبد الرحمن سامح، ده من نادي التوفيقيه، كان ده واخد ميداليه الثالث في الاولمبياد الناشئين. ما شاء الله، ده اشتريناه ولا جبت؟ لا اشتري يعني الحمد لله، كان احنا لينا علاقه كويسه بنادي التوفيقيه، فجه صفقه انتقال حر. تمام. عندنا بقى الحاجه الجميله اللي احنا بنعملها كمان يا كابتن هيثم، احنا عملنا بطولات تنشيطيه. يعني ايه بطولات تنشيطيه؟ الناس تستغرب، النادي الاهلي انت عارف حضرتك عشان احنا ثلاث فروع، فلازم احنا قبل ما الولد ينزل البطوله نفسها بقينا بنعمل بنعيش الولاد الصغيرين اللي هم اول سن داخل البطوله الجمهوريه، بنعيشه في جو بطوله، بنجيب الثلاث فروع، بنجيب المدربين، بنحطهم بترتيب ابقابهم اكنهم نازلين بطوله، ونديهم ميداليات ونكرمهم، وبيجي صراحه الناس مجلس الاداره والنشاط الرياضي، بالمناسبه بشكر كابتن رؤوف عبد القادر من الشخصيات الجميله طبعا المحترمه الواحد اللي بيشتغل معاها. اللي حضرتك احنا بنعمله بنخلي الولد بيبقى نازل البطوله العاديه بقى اللي هي بطوله الجمهوريه، بيبقى عنده احنا بنعمل احنا في السنه بنعمل حوالي ثلاث بطولات او اربع بطولات، فبيجي اخر السنه لما بيجي ينزل البطوله الرسميه بيبقى تعرف حضرتك بيبقى فيه رهبه، ما عادش الرهبه، فاحنا بننزع منه الرهبه، بينزل البطوله بيبقى حاسس. فدي ادتنا كمان فرصه كويسه قوي ان احنا نشوف احنا الولاد بتاعتنا ناس ناقصها ايه قبل ما بتنزل البطوله لغايه ما بتوصل البطوله. ده في كره الميه بنعمل برده بطوله تنشيطيه. الحاجات دي كلها حاجات كانت مستحدثة. صحيح. صحيح. الحاجات دي بتدي روح جميلة للولاد، الحاجات دي بتخليك بقى الثلاث فروع بيبقى فيهم تعارف. صحيح. احنا لعبة السباحة تحديدا بيبقى كل واحد في حارة. صحيح. في نادي. صحيح. فبتدي بتوصل الولاد. طب الاحتكاك الدولي اخباره يا كابتن؟ احنا صراحة بقى الحاجة جت فترة طويلة قوي نظرا لل زي ما بيقولوا كده الاحوال المالية كانت في النادي فترة من أكيد. فترة كانت زي ما بيقولوا قليلة شوية او ما كانش فيه صرف كتير لظروف بقى كتيره ثوره وما بعدها طبعاً، فكانت وقفت السفريات. الحمد لله بقى لنا سنه دي ثالث سنه مستمرين على سفريه. انت عارف كان في زمان حضرتك تسمع بطوله دارمشتاد وجنيف طبعاً. احنا رجعنا دلوقتي بنعمل حاجه اسمها بطوله اسمها برجاز في بلغاريا برضو على نفس المستوى، بطوله في اوروبا كل المنتخبات اوروبا بتروحها والانديه الكبيره بنروح في بلغاريا. والحمد لله يا كابتن من اول 12 سنه لغايه عمومي عمو. وكله بيسافر احنا برضو وده بيبقى اعداد كويس، بيبقى اعداد كويس جدا، وبيبقى فيه تحفيز للولاد ان انت لو كسبت خدت ميداليه ذهب اسافر السفريه، فبيبقى ادينا التحفيز ده بيخلينا احنا بيبقى فيه الولاد عنده في منافسه على طول ووصلنا. صحيح. طب كابتن هكمل مع حضرتك يعني مع حضرتك الكلام في الغطس والبليل المائي، ولكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين هنكمل كلامنا طبعا على العاب الماء لان هي فروع كتيره جوه النادي الاهلي سواء في الغطس او البليل المائي، ولكن بعد الفاصل فابقوا معانا.